السلام عليكم. عزيز أخ نوش رئيس الحكومة المغربية كيهدد المغاربة بالمتابعة القضائية، وماشي هو اللي قال هاد الهضرة هادي، حيث ممنوع عليه بمقتضى القانون التنظيمي العام للحكومة أنه يجمع ما بين المهمة ديالو كرئيس الحكومة وأي نشاط خاص، ممنوع يجمع بيناتهم بجوج. داكشي علاش عزيز أخ نوش كيكلف واحد الشخص آخر اللي هو المدير التنفيذي لشركة أفريقيا غاز، الاسم ديالو هو سعيد البغدادي. شنو غايقول؟ ونقلت هذا الخبر الجريدة ديال هيسبريس، كيقول باللي أن أي واحد اتهم شركة أفريقيا غاز باستيراد الغازوال الروسي ستتم متابعته قضائيا. فيما معناه أن أي واحد جبد حس الغازوال الروسي والعلاقه ديالو او ربطو بشركه افريقيا غاز، فغادي يلقى راسو عنده استدعاء حدا الدار، وخصو يمشي للمحكمه، وخصو الى ما ثبتش باللي انه فعلا راه داك الغازوال الروسي راه كتشري افريقيا، راه غيخلص تعويض لشركه افريقيا غاز. ومن كنقولوا التعويض، راه التعويض غادي يكون كبير، لان السي سعيد البغدادي كيقول بلي ان هذه الادعاءات طيحت من الشركه، الصوره ولا السمعه التجاريه ديال الشركه طاحت. ملي كنقولوا السمعه التجاريه في المدونه التجاريه كنهضروا على الزبناء، الزبناء القارين والزبناء العرضيين، يعني الزبناء اللي كيجيونا، هذه هي السمعه التجاريه. مادام ان الزبناء كيسمعوا الهضره ديال اليوتيوب وديال الفيسبوك باللي راه داك افريقيا كتشري واحد الغازوال من روسيا، داك الغازوال رخيص وكذا وكذا، كاين اللي كيقول بلي داك الغازوال ماشي مزيان، وبزاف ديال الادعاءات، وبالتالي فالزبناء ما غاديش يبقاو يمشيو عند افريقيا غاز، غيبقاو يمشيو يبدلوا العتبه عند شي بلاصه اخرى. هذا الشيء سبب خسائر ماليه وماديه لشركه افريقيا غاز، وبالتالي فسي سعيد البغدادي خرج قال لهم حنا ما غاديش نتفكوا مع بنادم واللي هضر فينا غادي نتابعوه قضائيا. مزيان السي سعيد البغدادي. عرفتوا علاش عزيز اخ نوش كعا وصفت هذا السيد؟ هذا ما يمكنش يهضر منه الراس، راه مما لا شك فيه. هذا الشيء اللي كيقول لك لا راه هذا الشيء منه الراس وكذا، ما لا اعتقد ذلك. علاش سعيد البغدادي خرج بهذا في هذه الظرفيه هذه وكيقول هذا الشيء؟ لانه كان واحد السيد كان بان غير مؤخرا عنده واحد الحزب، كنا كنسولو شكون هو، كان هضر على انه كيمتلك وثائق مهمه جدا تكشف بلي ان عزيز اخ نوش مهرب، وبلي شركه افريقيا غاز كتجيب الغاز الروسي والغزوال الروسي عفوا، وكتبيعو في الاسواق المغربيه، وكتلاعب بالوثائق وكذا، وجبد كاع وثائق كما كتشوفوا في الفيديو المرفق. الوثائق ديال مورا اخ نوش ديال البترول، الوثائق ديال البترول اللي كيهرب من روسيا، اللي دير فيها الدبش خيب السوق السوداء، ودير فيها الترافيك، ودير فيها العداد حتى، وداروا عليها محاضرات ومناورات قيمه. ولكن الدكتور رشيد العماطي اليوم يسعده، نعم ولو انها قرحه، ولكن ساسعد قليلا الشعب المغربي باش نقول له ها لي دوكيومون، ها هما دو بالشاكات، ها هما بالشاكات والحوالات، بالشاكات والحوالات اللي ما بقاش فيهم الشك على ان عزيز اخ نوش مهرب مستورد البنزين للشركه ديالو افريقيا، ولكن هو زعما مطور ذكي كيجيبها باسم اوفشور شركه اخرى. عزيز اخ نوش وصل له الفيديو، لان ذاك الفيديو وصل ترند، كل شيء صفت لي ذاك الفيديو، ما هضرتش عليه لانني ما كنتش عارف شكون هو. الى حدود اللحظه مازال ما عنديش معلومات كافيه عليه، فذاك الشخص بان كذا وكذا، بزاف ديال الناس كيخرجوا كيقول لك راه عندي كذا وكذا، فالتالي ما كيكون عندهم حتى شي حاجه. داكشي علاش طريت ما بغيتش نهضر على شي حاجه اصلا، انا مازال ما متاكدش منها. سولت شي اصدقاء ديالي قالوا لي غنعطيك معطيات، لحدود اللحظه وصلوني هذه المعطيات باللي انه استاذ جامعي، عنده حزب سياسي جديد، وكذلك الاسم ديالو هو رشيد العمارتي، هذا الشيء اللي عرفنا. فالتصريح ديالو يلاحظ بلي انه ما دام ان اخ نوش مباشره مراها الشركه ديال اخ نوش غادي ترد دير رده فعل، فهذا يعني ان هذا الدكتور هذا هو اللي اثر عليهم، لان هذا الغازوال الروسي راه ديجا نشرت الصحيفه كاع تحقيق كتقول بان هناك ازيد من 19 شحنه دخلت للمغرب. ف اول حاجه خصنا نقولوها،
هاد السيد هذا اللي هو رشيد العمارتي، حنا ما محتاجينش اللي كيقول لا راه هاد الشيء عندي وثائق. سير 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 القضاء، سير القضاء سير. اعتقد باللي عندك حزب سياسي من حقك ترافع على المغاربه، وعندك القوه اكثر مني انا واكثر من بزاف ديال الناس. انا راه نهضر هكا ما نلقى حتى شي واحد مرايا، الا صرات لي شي حاجه لا قدر الله ما نلقى حتى شي واحد اللي دافع عليا واللي يدعمني وكذا وكذا. ما عندي لا حزب سياسي ما عندي حتى شي حد، ولكن انت راه عندك حزب سياسي وعندك الصلاحيات ديال انك تمشي في مسارات كبيره في علاقتك يعني بهاد التلاعبات في الغازوال. واعتقد باللي دابا ولا عيتي سير عند الملك، الا شفتي باللي راسك ماشي كاين اللي يقول لي لا راه كذا، الا ما قدرتيش كسميتو للمحكمه سير وجه دوك الوثائق عبر اليه. انت راك حزب سياسي ما تقدر توصل دوك الاوراق الى الملك وتقول له بلي ها شنو كاين شنو عندي شنو عندي شنو عندي شنو عندي شنو عندي، وغادي تكون عندك كما كنقولوا القوه باش تجاب هذا السيد هذا. كاين اللي كيقول لك لا راه المهم شي وحدين غادي يقول لك باللي راه صعيب تثبت باللي الغازوال راه روسي. بالفعل راه صعيب، وصحابكم كنتعاملوا مع واحد قاري في التحضيري وخا قارين في التحضيري، راه التلاعبات اللي كاينه في الاسواق كاينين في الشركات راه التلاعبات. اما القضاء وكتحلف له قاضي عنده يقدر يجيب خبراء يبحثوا يديروا تحقيق وكذا وما يجبدوش فين كاين المشكل، عادي يجبدها مواطن ويجبدها صحفي. وشفنا الصحافه ديال التحقيق، الصحافه اللي كدير التحقيق شنو المآل ديالها. على سبيل المثال عمر راضي شنو كان كيدير هاد المهمه الصعيبه اللي هي صحافه التحقيق، كيقلب كيجيب معطيات وكذا، ديك الصحافه راه ما تعجب حتى شي واحد. وبالتالي ف كاين شركات اللي كانت هاد الناس هادو مثلا حسب المعطيات اللي كانت كتروج بطبيعه الحال راه ماشي كيشريو بالاسم ديال افريقيا غاز كتعطي الفلوس كيعطيو لها التيكيب اللي شرات كذا، راه ماشي هكاك. راه كاين شركات سوريه. ما معنى الشركه السوريه؟ يعني شركه في الظاهر كتبان بلي انها كتشتغل في واحد العمل معين، ولكن في الباطن هي كتشتغل عمل اخر. انا نعطيكم شنو المعنى ديال الشركه السوريه بالمثال البسيط. انا عندي واحد الشخص ما بغيتش نديرو خدام عندي، لان الا درتو خدام عندي هذاك الشخص هذاك عنده مجموعه من الضمانات الحمائيه اللي كيوفرها له سوق الشغل، مدونه الشغل، قانون الشغل كيحميه، كيعطي له بزاف ديال التعويضات وكذا، بزاف ديال الحوايج. شنو كندير انا مع ذاك اللي باغي نخدمو عندي؟ كنديرو معايا كشريك، يعني كشريك، كنبين باللي انا عندي شركه، ولكن هو في الاصل راه ماشي شركه، كنتفاهم معاه على اساس انه خدام عندي، كنخلصو كذا، ولكن هو في علاقتي بالناس اللي على برا، الناس اللي كيجيو عندي، راه كيبان معايا باللي انه شريك ديالي، علاش؟ وحتى في علاقتي بالقانون كيبان شريك، هذه هي الشركه السوريه. فهاد الناس هادو راه كيديروا شركات كما بان مؤخرا كيفاش ان مجموعه من الشركات المغربيه كتمشي دير المقر الاجتماعي ديالها في الاقاليم الجنوبيه في الصحراء، كتمشي تما. علاش؟ لان كاين اعفاءات ضريبيه ما كتخلص حتى دورو، ولكن فين كتشتغل؟ كتشتغل في مدن اخرى كدير فروع ديالها. هذاك سميتو المكتب ديالها الرئيسي فقط غير سوري غير جالس تماك، ولكن هي فين كتشتغل؟ كتشتغل في بلايص اخرين، هي كتمشي تما فقط باش يكون عندها اعفاء ضريبي. نفس الشيء هاد السي سعيد البغدادي شنو كيقول؟ كيقول لك لا راه حنا ما عندناش مشكل نشريو الغازوال الروسي. قبل شنو كانوا كيقولوا لنا؟ كيقولوا لنا لا راه ممنوع نشريوه وكذا، دابا مسموح. وكيقولوا بلي ان الغازوال الروسي عادي جدا يتباع في المغرب وكذا وكذا. المشكل اللي عندهم هو انهم ما يقدروش يشريوه، ما يقدروش يخلصوا الفلوس، لان شكون غيخلص الشركات ديال كسميتو ديال هاد الشركات الروسيه اللي كتوزع المحروقات؟ خصو واحد البنكه اللي كاينه في اوروبا هي اللي تخلص. غادي يدير واحد الطريقه سميتها الاعتماد المستندي. الاعتماد المستندي هي واحد الوسيله كيديروها الشركات اللي بغى يشري شي حاجه كبينه بين ابناك، كاين بنك هنايا والبنك في اوروبا، باش
انت ما غاديش تقدر مثلا تتعامل مع واحد البنك في المغرب هو اللي يخلص لك واحد العمل تجاري ولا واحد العلاقه تجاريه ولا واحد الرابطه تجاريه كاينه في اوروبا. لا، هذاك البنك اللي في المغرب كيتعامل مع واحد البنك في اوروبا، ذاك البنك اللي في اوروبا هو اللي كيخلص ذاك الشخص. انت كتعطي فقط مستندات ولا هو كيعطي فقط مستندات، وكتفوت ديك ذاك التحويل البنكي. في اوروبا كاين مشكل ديال ان اي حاجه مرتبطه بروسيا عليها الحظر. علاش؟ لان كاين ديك الحرب وكذا وكذا، شتو دوك العقوبات الاقتصاديه. فشنو كيقول سعيد البغد؟ كيقول لك واخا حنا بغينا نشريو وما كرهناش نشريو، ولكن الاداء ما يمكنش يدار نهائيا، لان ما كاينش شي بنك، واخا كاين ابناك كيتعامل معاهم المغرب في امور اخرى، ولكن بالنسبه للغازوال الروسي ما نقدروش نتعاملوا معاه. فداك الشيء علاش ما انا اللي كان المهم اللي كنطلب داك السيد هذاك خصو يمشي يقدم دوك الوثائق. وهذا السيد هذا ما شافش داك الشيء اللي نشراته الصحيفه. وتكميم الافواه، الملاحظه الاساسيه هي ان تكميم الافواه هي السياسه اللي كتنجها الحكومه. واخا هذا السيد هذا ما كينتميش للحكومه، ولكن كما قلت لكم في الاول ما يمكنش هذا السيد هذا يهضر بلا ما ياخذ الاذن من عزيز اخنوش من ولي نعمته. ف هاد السياسه راه باينه، راه يقول لك لا راه باينه سميتو الشركه ديال الاخنوش والشركات الاخرى اللي كاينه في المغرب، راه ما يمكنش المواطن يوقف معها على طرفين متكافئين. انا هنا في القضاء وهو هنا في القضاء، ما يمكنش. نتوما راكم عارفين مزيان شنو كاين في المغرب. النقطه الاخيره، الحكومه اعترفت بعظمة لسانها لأن شيل تعاملت مع دوك الشركات ديال روسيا وشرات الغازوال الروسي ودخلته للمغرب. قالتها الحكومة بعظمة لسانها. شنو الموقف ديال هاد السيد هذا؟ شنو الموقف ديالو؟ ولا يمكن هاد الناس هادو وجدوا الدوسي مزيان مقاد فيه الوثائق ديالهم كذا، فهمت؟ عارفين مزيان شنو كيديروا كما قلت لكم في الأول، ودابا بغاو يتابعوا المغاربه. فوجدوا راسكم، لان اللي غيتحاسب راه ما غاديش يقدر يخلص التعويض، يعني غيمشي للحبس. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وتحيه للجميع.